أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من شارع السور. مشاهدينا الكرام، الكويت من أعلى الدول في العالم استهلاكا للكهرباء والماء، حقيقة يؤكدها القائمون على وزارة الكهرباء والماء في الدولة. مبررات ذلك موقعها الجغرافي، شدة الحرارة في فصل الصيف والتوسعات الكبرى في المدن السكنية والتوسع في المجمعات التجارية والمصانع. إلى متى ومعدلات استهلاك الكهرباء والماء في تزايد مستمر؟ هل التوسع في إنشاء المصانع والمجمعات التجارية والنمو السكاني والاحتياج المتزايد للمياه المحلات هي مبررات تقدم على أنها بمثابة هدر للكهرباء؟ لماذا تدفع الدولة 42 فلساً لتوفير كل كيلو واط من الطاقة الكهربائية في حين يتحمل المستهلك فلسين فقط عن كل كيلو واط؟ هل الحملات التي تكلفتها المالية تصل إلى الملايين عن توعية المواطنين والمقيمين بضرورة الحد من الإفراط في استهلاك الكهرباء والماء فشلت؟ ولماذا إن فشلت؟ في المقابل، لا تكفي 7 محطات تمتلكها الكويت لتوليد الكهرباء في بلاد تشع فيها الشمس على مدار العام، أين وصلت مشاريع الطاقة الشمسية؟ هذه الأسئلة تشكل إن شاء الله موضوع حلقتنا مع ضيفنا في الاستوديو المهندس محمد بوشهري، وكيل وزارة الكهرباء والماء. حياك الله بشمهندس. الله يحييك بتركي، شاكر لك هذه الدعوة، والشكر موصول إلى طاقم البرنامج وكذلك وزارة الإعلام ومثلة في تلفزيون الكويت، وكل الترحيب بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف أجاوب على الأسئلة المتعلقة في الكهرباء. يعني موضوع الحلقة شوية ساخن بحكم أنه لا علاقة بتعرفة الكهرباء، فإن شاء الله ما يكون يعني يسخن هذه الليلة كثيرا. ليلة باردة بس نتمنى أن تتم الاستوديو بارد، نحتاج تسخين. حياك الله دكتور ندم طوع، رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية في جامعة الكويت. حياك الله. يحييك وأرحب طبعا بالسادة المشاهدين وأشكرهم على الأسئلة المتواصلة، واليوم بإذن الله الحلقة مهمة جدا بالكهرباء والماء. باشمهندس محمد، الكويت تصنف يعني من أعلى الدول استهلاكا للكهرباء، يمكن احنا حطينا بعض الأسباب في المقدمة، لكن لو شرحتها بشكل يعني واضح وتفصيل للأخوة الجمهور الكرام نكون شاكرين. هو بكل تأكيد يعني ما ذكر في المقدمة جزء كبير منه صحيح، فيما يتعلق بأن دولة الكويت سواء في استهلاك الكهرباء أو استهلاك المياه احنا حقيقة نتصدر القائمة عالميا. يعني اللافت للنظر وخصوصا في موضوع المياه، ترى دولة الكويت مصنفة من الدول الفقيرة بالموارد المائية، تحديدا احنا ثاني أفقر دولة في العالم في الموارد المائية العذبة. والمفارقة ان احنا نجي تقريبا في المرتبة الثالثة في اعلى معدل استهلاك للفرد للمياه. بالمياه وانا لما اقول الفرد ما اقصد الكويتي، فلان حسبتنا على كل من يعيش على هذه الارض. فالفرد هو كل من يعيش على مواطن ومقيم. اذا هذه الارقام اللي احنا نتكلم عنها، يجب احنا كمسؤولين عن إدارة الشبكة الكهربائية والمائية في الكويت أن نعلق الجرس. يجب أن نبحث في الأسباب ونبتدي نضع الحلول. هو بلا شك نمط الاستهلاك يرتبط بشكل أو بآخر برخص السلعة. أنت اليوم تتكلم عن الكيلوات فلسين أقل من سنت أمريكي، وهذه تعتبر أرخص اللي يتحملها المواطن أو المقيم المستهلك، اللي هو فلسين. المستهلك اليوم يدفع فلسين للكيلوات، وهذه تكلفته على الدولة. تكلفته على الدولة، وهذه ودي دائما أشرحها لأنها متغيرة. إحنا في وزارة الكهرباء والماء نعتمد بشكل أساسي على مصادر النفط، يعني سواء كان غاز طبيعي سواء كان ديزل أو هيفي فيول أويل. فهذه المنتجات البترولية نقوم يوميا باستخدامها وحرقها من أجل أن تتحول إلى طاقة كهربائية ومياه. وإحنا في وزارة الكهرباء والماء ندفع ما يسمى بالسعر السوقي. فكل ما ارتفع سعر برميل النفط كل ما زادت كلفة إنتاج الكيلوات، والعكس صحيح. فإحنا اليوم نتكلم عن بظل الأسعار الحالية اللي هي تقريبا وصلت إلى 30 و40 دولار، احنا أو أكثر الحين وصلت إلى 50، ولكن أنا أتكلم عن الأشهر اللي طافت. ففي ميزانية 2016
كلفة إنتاج الكيلووات تقريبا وصلت إلى 30 فلس شوي أقل. وبالتالي يعني 28 فلس هذا الفرق كانت تتحمل الدولة ممثلة بوزارة يعني هي الكهرباء وصلت تدفع لمؤسسة هي وصلت البترول. في لما كان برميل النفط ب $100 وصلت كلفة الإنتاج إلى أكثر من 40 فلس تقريبا بالسنة. كم تدفع وزارة الكهرباء والماء متحملة فاتورة المشتقات النفطية أيا كانت الثلاث أنواع اللي ذكرتها؟ نعم. حتى يعني تكتمل خدمة الكهرباء والماء للمواطن. شكرا على هذا السؤال أبو تركي. إحنا تحديدا في السنة المالية 14 و15 دفعنا 3.2 مليار تقريبا دينار لخدمات الكهرباء والماء. بينما في عام 2015 السنة المالية 15-16 دفعنا 2321. إذن هناك فرق واضح في أسعار البترول أدت إلى أيضا انخفاض الدعم اللي توجه إلى خدمة الكهرباء والماء. دكتور لكنها تظل أرقام ضخمة، يعني لما أتكلم عن 3200 مليون دينار كويتي سنويا ضخمة. نحتاج إعادة النظر، لأن إذا أنت تبي تفكر تفكير استراتيجي في ظل هذا النمط من الاستهلاك، فإحنا نتوقع في عام 2035 اليوم إحنا نحرق تقريبا 350 ألف برميل بمعدل يوميا، تختلف الصيف عن الشتاء ولكن نتكلم معدل 350 ألف برميل، هذه ثروة للبلد. لما نحرقها ونحولها إلى كهرباء ومياه وبمعدل استهلاك عالي، إحنا التوقعات مالتنا في عام 2035 راح نصل إلى أن نحرق 1 مليون برميل نفط يوميا، وهذا رقم عالي جدا، وهذا يعادل تقريبا نصف إنتاج الكويت الحالي اللي هو 2 مليون وشيء. نعم بسيط يعني. نعم يعني رقم ضخم. وإحنا كلنا نعرف إحنا دولة نعيش باقتصادنا يعني مدخولاتنا على إيرادات النفط، ولذلك يجب إعادة النظر في نمط الاستهلاك وأيضا أدوات أخرى من أجل أن نقنن عملية استهلاك الكهرباء. فكرة الأدوات الأخرى هي اللي يمكن شوية راح نتوسع فيها الحين. نعم. في حوارنا، بس ناخذ تعليق الدكتورة وتعقيبها في مفهوم ربط سلعة استراتيجية مثل الكهرباء والماء. صحيح. وتوفيرها كخدمة للمستهلك أيا كان في الدولة مواطن أو مقيم، مع اعتبار أنه الكويتيين 1.3 مليون والأخوة المقيمين يعني وصلوا إلى 3 مليون تقريبا. صحيح. وشيء ربطها طول هالسنوات الماضية بالسلعة المهمة وهي البترول. صحيح. السلعة الحساسة اللي تزيد وتنقص، ونعرف كيف جاء البترول ونزل. صحيح. من 100 إلى الثلاثينيات والعشرينيات دولار. صحيح. فهذه الفكرة كيف ممكن يتم تعديلها في مسار تقديم هذه الخدمة في الكويت؟ هي هذه المعادلة الصعبة طبعا، مثل ما ضيفنا يعني بعيدا عن موضوع الوفر والتوفير وكذا. صحيح. هذا جانب فني راح نتكلم. صحيح. مثل ما بدا حديثه في الواقع، وهو زيادة الاستهلاك مع ندرة المورد، واحنا فعلا من الدول الفقيرة مائيا اللي تعاني من التصحر، تعاني من ندرة المياه، تعاني من سوء في استهلاك المياه على مستويات عدة، لأن احنا دول نتعرض إلى الهجرة أو يعني زيادة عدد السكان غير الطبيعية بشكل مستمر، ف قضايانا تتشابه في مواقع كثيرة أخرى من العالم، فيمكن يساعدنا اليوم النظرة الدولية إلى تجارب الدول الأخرى. لا شك أن بحاجة اليوم إلى إعادة النظر بهذه الاستراتيجية، يتحمل منها المواطن جزء بترشيد الاستهلاك وبالوعي بشراء الأجهزة الكهربائية. هناك أجهزة يعني استهلاكها يختلف عن استهلاك أجهزة أخرى علشان تخفف عليه حتى حدة الفاتورة، فهذه بحاجة إلى هيئات توعي المواطن بأسلوب الشراء، ونحن أيضا بحاجة إلى زرع هذه الثقافة بتوفير المياه، وعندنا مستهلك أكبر ما نتكلم عنه بشكل دائم من خلال يعني من واقع تجربتي ومحاضراتنا إحنا عن ندرة المياه بالجامعة والورش العمل، وهو استهلاك المرافق العامة للدولة بما فيها مبانينا، أجهزتنا، مدارسنا. المرفق العام من المسؤول عن ترشيد الاستهلاك فيه؟ إش كثر كمية لأن اليوم نلاحظ الإنارة صارت 24 ساعة لأسباب لا أعرف، يعني الكمبيوترات والأجهزة وغيرها. هذا الاستهلاك بتصاعد مع تصاعد عدد الموظفين وغيرها، فهذه أيضا لازم ندخلها بالمعادلة حتى نصل إلى على الأقل الحد من هذا النوع من الاستهلاك.
مجلس الأمة السابق 2013 طرح مشروع مهم جدا، ويمكن هذا أحد المحاور الأساسية اللي بنتكلم فيها، واللي هو زيادة سعر التعرفة على القطاع الاستثماري والتجاري والسكني في الدولة. انطرح هذا المشروع بشكل آخر، صار عليه لغط، لا السكني داخل في زيادة التعرفة، السكني مو داخل، صار الكلام هذا يعني هو اللي يتردد عند الناس. الآن يعني وضع أيضا إطار زمني، يمكن 2017 نهايته أو 2018 شهر خمسة القادم لهذه الزيادات. هذا الملف المهم يريد توضح لنا وتفسره مهندس محمد بخصوص زيادة التعرفة الكهربائية. أبو تركي أشكرك على أنك حقيقة سلطت الضوء على هذا الملف، وهو ملف جدا مهم وبلا شك بشكل أو بآخر هو شعبي. بس يعني تصحيحا للمعلومة، الحكومة هي من تقدمت وليس المجلس بمشروع قانون لوضع تعرفة جديدة للكهرباء والمياه على جميع القطاعات. مجلس ما وافق، مجلس الأمة ما وافق على المشروع الحكومي. المشروع الحكومي كان يتضمن السكن الخاص، وهذه معلومة يجب أن توصل وبشكل صحيح إلى السادة المشاهدين. عدل؟ نعم. تم التعديل واستثنى السكن الخاص نهائيا. البعض في مرحلة ما قبل الانتخابات وفي المخيمات الانتخابية بدأ يتكلم على أن القانون غير واضح، وهذا الكلام غير صحيح. هناك مادة في القانون نصت على أن يعامل الكويتي، المواطن الكويتي الذي يسكن في سكن استثماري، معاملة الكويتي الذي يسكن في السكن الخاص. إذا كانت إشارة يعني واضحة، كويتي يسكن في شقة في أحد المجمعات في المناطق التجارية والاستثمارية يعامل معاملة الكويتي اللي يملك بيت وساكن في الخاص. لما جاء القانون وأكد عليها، إذن هناك خصوصية للكويتي اللي يسكن في السكن الخاص، وهذه الخصوصية طالما هذا المواطن راح سكن في شقة وما عنده بيت، أخذ أيضا الميزة اللي حصل عليها في السكن الخاص، وهي أن الأسعار لم تتغير. هذا واحد، على فاتورة الكهرباء للسكن الخاص. نعم. رقم اثنين، في اللائحة التنفيذية أيضا، واللي القانون نص على أنها تصدر خلال سنة من تاريخ إقرار القانون، وتم اعتمادها قبل أسبوع أو 10 أيام من معالي الوزير، ونشرت في الجريدة الرسمية، وهناك صار واضح الآن في اللائحة التنفيذية بما يعني يقطع، لا يدع مجال الشك، يدع مجال الشك ويقطع الشك باليقين بأن السكن الخاص تم استثناءه من هذا القانون. طيب، إذن هذا الملف خلينا نسكره. السكن الخاص أنا أطمن المواطنين لا زيادة في فاتورة الكهرباء والماء نتيجة لهذا القانون. بل بالعكس، التجاري والاستثماري ما عدا السكن الخاص الآن، كل القطاعات الأخرى صار عليها زيادة، صار عليها زيادة ولكن بأرقام متفاوتة، بأرقام متفاوتة. السكن الاستثماري لا تعرفه، السكن آسف السكن الاستثماري لا تعرفه، خلنا نأخذهم واحدة واحدة. إذا بنأخذها بالأرقام، والقانون نص على أن التعرفة الواردة في هذه الجداول تكون بحد أقصى. شنو المقصود بحد أقصى؟ أنه وزارة الكهرباء والماء هذا الحد الأقصى اللي إحنا ممكن نصعد له في التعرفة، ولكن أيضا نملك أن لا نصعد إلى الحد الأعلى. الحد الأعلى شنو الضابط اللي يخليكم ما تصعدون الحد الأعلى؟ هذا السؤال في محله. أرجع وأقول لك، في اللائحة التنفيذية كانت هناك مادة تنص على أن الوزير يقوم بتشكيل لجنة يترأسها وكيل الوزارة، وبعضويتها ممثل عن وزارة التجارة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الفتوى والتشريع، ومن نراه من المختصين للاستعانة. حقيقة هذه اللجنة شكلت ووقع القرار معالي الوزير واجتمعنا، وفلسفتنا الآن في هذه اللجنة، لأن هذه اللجنة هي من ستقترح ما هي التعرفة. احنا الآن أمام قانون يجب أن يطبق في 22/5/2017، نبتدي في القطاع التجاري. إذن علينا أن
نقترح. يعني القانون ما حط أرقام؟ القانون حط أرقام وقال هي بحد أقصى. طيب والقانون نظرة هذه اللجنة؟ القانون أيضا حدد أن خلال سنة من إقرار القانون يجب أن تشكل لائحة تنفيذية. واضح. لأن القانون ما يروح للأمور التفصيلية. أي. يتركها إلى اللائحة التنفيذية. طيب اللجنة هذه وين وصلت؟ اللجنة هذه مهندس. أنا أعتقد بوتركي خلينا نركز في هذا الموضوع ونعطي حقه. اجتمعنا وكانت فلسفة اللجنة أنه الأسعار أو التعرفة اللي نبي نصعد فيها يجب أن تكون تتماشى مع ما يسمى بالاتزان الاقتصادي، بمعنى أن إحنا مش ملزمين نروح بالحد الأقصى. في وزارة الكهرباء والماء إحنا ليس قايتنا جباية أموال، بل هدفنا هو ترشيد الاستهلاك. فإذا كان رفع التعرفة بمقدار معين يحقق هذا الهدف فما رح نسعى إلى ما يسمى بالحد الأقصى. إذن فلسفتنا في هذه اللجنة، وأطمن الجميع سواء كانوا أصحاب العقارات أو المحلات التجارية، أنه التعرفة ستكون بارتفاع معقول متزن. طيب خليني أسألك سؤال واضح. نعم. إحنا الحين على التجاري والاستثماري والسكني هو فلسين حاليا. صح. فلسين على الجميع. لا خلص خلص تكون واضحة. الشاليهات اللي هو خير، الاسطبلات 10 فلوس. هذا موضوع آخر. خلني بس على التجاري. نعم. والاستثماري فلسين. فلسين. السكني خلصنا منه. الحالي هو فلسين على الجميع. نعم. هذه اللجنة ايش كثر راح تروح الى الاستثماري والتجاري؟ كم راح يكون الاستثماري في اول تطبيق من شهر 5؟ نعم. الاستثماري فيما يخص المياه قال انه 4 دنانير للألف جالون، كان 800 فلس. أي. صار 4 دنانير. فيما يخص الاستهلاك الكهرباء في الاستثماري سواها شرايح، 3 شرايح، من 0 الى 1000 راح يكون 5 فلوس، من 1000 الى 2000 10 فلوس، اكثر من 2000 15 فلس. هذا ما يخص الاستثماري، وارجع واقول هذه الارقام بالحد الاقصى. التجاري 25 فلس. الحكومي 25 فلس. القطاعات الاخرى اللي هي الزراعي والصناعي راح تكون. هذا اللي يقول القانون. هذا يقول القانون. لجنتكم حطت ارقام من لا لحد الان. لحد الان. هذا سؤال لحد الان. ولكن سننظر بعين الاعتبار الى ما يسمى بالاتزان الاقتصادي، لان انا يهمني جدا. شنو يعني الاتزان الاقتصادي؟ انا اقول لك، انت اليوم اذا تبي ترفع من فلسين الى 25 فلس بلا شك سيتضرر المستهلك البسيط. واحنا مو هدفنا المستهلك البسيط، يجب ان نحميه. وعشان نحميه شلون شنو تعريفكم المستهلك البسيط؟ المستهلك على عدد البسيط. الكيلووات اللي يستخدمها ولا لا على لا المستهلك البسيط الانسان العادي. ما انا انا, أنا لا لازم كله تعريف. خليك انا الحين لما برفع التعرفه على من يمارس التجاره، اذا كان هو بيتحملها فهذا هو التاجر بيتحملها. ولكن اذا بيحملها الى المستهلك العادي اللي هو انا وانت واهلي وهلك اللي يروح يتسوق بالسوق، اللي يروح يتسوق هني، هذا احنا مو هذا هدفنا. هدفنا ان نرشد الاستهلاك. اذا راح نتجه الى رقم تصاعدي، هذا الرقم يحقق الاتزان. شنو المقصود بالاتزان؟ انه التاجر في هامش الربح ماله يقدر يستوعب هذه الزياده دون ان يحملها على المستهلك. شنو الضامن انه ما يحملها؟ الضامن وزاره التجاره معنا، حمايه المستهلك، الاخوان في الماليه، الاخوان فتوى والتشريع كتشريع كقانون، نقدر نضبط العمليه طالما كانت الزياده معقوله وتحقق الهدف المنشود. نامل ذلك. نامل ذلك. لان التجارب. نعم. اللي في السوق تقول ان التجاره حره والتاجر يستطيع الزياده وتقوم بدورها وزاره التجاره، ولكن العمليه تحتاج الى ضبط اكثر. بتركي والله لا تعطيني بس جزئيه صغيره، ترى مكون سعر الكهرباء في الكلفه العامه للتاجر ما هي بذاك الحجم. يعني انت اليوم تكلم عن واحد يبيع اي منتج معين، كلفه هذا المنتج عليه سواء يشتريها من برا، اجار المحل، بناء المحل، الرواتب، كذا الى اخره، كلفه فاتوره الكهرباء تكاد تكون منسيه. هذه قناعه اللجان وقناعه حضرتك. مو قناعتي، هذه ارقام. هل قناعه التاجر تقول ذلك؟ هذا الاهم يعني. هذا المهم. ولا قناعتك احنا نعرفها ونعرف الاخوان في وزاره الكهرباء كيف هم حريصين على. نعم. يعني انه الحفاظ على ما اسميته بالاتزان الاقتصادي، بحيث. نعم. انه الاخوه المواطنين لا يتضررون من اي زياده. صحيح. يحملهم اياه
أي تاجر يعني يكون بعيد عن يبي يستفيد من الوضع. نعم. نعم. دكتورة تعليقك على كل ما فات وخصوصا موضوع صحيح. التعرفة وزيادتها يعني ايه؟ والشرائح اللي تفضل وتكلم عنها. تعليقي أولا بالنسبة لي عندي كان يعني استفسار بالنسبة لحملات الترشيد، تابعت أنا إحدى الحملات ولاحظت بارتفاع معدل استهلاك الكهرباء في شهر 7 رغم إحصائية تدل على السفر في هذا الشهر ومغادرة. موضوع الترشيد راح نأجله شوية يعني في فيما بعد بالمحاور القادمة. الشيء الآخر أنا أعتقد أن احنا فعلا بحاجة إلى يعني تجميع التخصصات، لأن احنا عندنا في جامعة الكويت من الباحثين المتخصصين في المياه وندرة المياه. ألاحظ من حديث ضيفنا أن اللجان فيها المتخصصين بتخصص إداري، فأتمنى أن يكون في نوع من أنواع التنسيق لكي يستطيع اللي عنده رؤى ودراسة مستقبلية عن ندرة المياه أن يفيدهم في مرحلة اتخاذ القرار. النقطة اللي أحب أوضحها وهي عن ترشيد استهلاك الوافد، أو اللي لأن لاحظت أن الشعارات أغلبها باللغة العربية ولكن الهدر بالترشيد يأتي من جنسيات أخرى عندهم نهر في بلادهم ما يهمهم يعني، فما يدرون أن في تكلفة لهذا عالية على الدولة. فيجب أن يكون هذا يمكن دور جمعيات النفع العام مو بس الوزارة أنها تعمل لحملة بحيث أن تنبههم أنهم راح يتحملون هذه التكلفة، لازم نلقى طريقة لتنبيههم باستهلاك المياه. طبعا بالنسبة للمواطن أي ارتفاع في السعر أكيد راح يأثر فيه. إحنا على هذه الطاولة ناقشنا المشروعات الصغيرة قبل عدة أسابيع، من الملاحظ أن أغلبها في مجال الأكل، عندهم أدوات كهربائية ضخمة، عندهم المقاهي وغيرها من الأمور. أعتقد أن نحن بحاجة إلى دراسة لمعرفة تكلفة الكهرباء على هذه المشاريع. المشروع الآخر ناقشناه أيضا مشاريع الأراضي الزراعية. اليوم قبل أن توزع الدولة هذه القروض أو هذه الأراضي اللي معاها قرض خاص بمشروعك استزراع الأسماك أو مشروع الزراعة، إذا إحنا اليوم نعاني من الندرة وتكلفة الكهرباء بتغيير، معناها نحن بحاجة إلى إعادة النظر. اليوم المواطن اللي يتقدم بمشروع ويمكن اقتصاديا تكون له يعني قيمة جيدة إن يجيل منها مردود أو بالرؤية الاقتصادية سليمة، ولكن أنا أعتقد أن نحن بحاجة إلى الوقوف عند طريقة الري واستهلاك المياه. طيب. والنظر إلى ربط الري بالتكنولوجيا كما تفعل دول أخرى حتى نستطيع أن نحافظ على مصادر المياه. حتى أنه دول أخرى يعني تزرع بعض الأنواع من الفواكه والخضروات، ولما شافت أنها تستهلك كمية مياه كبيرة منعتها من التصدير صحيح. إلى الدول المحيطة. نظام التقطير التقني للحفاظ على ثروة المياه. الأخوة المواطنين لهم رأي في هذا الموضوع، والأخوان في فريق البرنامج أعدوا استطلاع، خلينا نشوف رأيهم في موضوع التعرفة الجديدة ثم نواصل نقاشنا مع المهندس محمد بوشهري. والله هي زينة يعني حق عامة الشعب الكويت هنا، عامة هي زينة. بعدين شيء ثاني يعني كان مطبق في الدول، أعتقد دول الخليج هنا عندنا بالإمارات خاصة مطبق. والله الشرائح الجديدة يعني هذه يعني أتوقع أنها زينة يعني تنفع حق المواطن يعني حق الترشيد، وهذا أتوقع أنه أحسن. بس أتمنى من الكل يعني أنه يحط باله على الكهرباء، وهذه ديرتكم يعني كثر ما واحد يوفر يساعد غيره يعني. وممكن تطبق على شرائح غير المواطن كاستثماري، أنا مع الاستثماري لكن ضد تطبيقها على المواطن على طول الخط. أي بالنسبة لأسعار الكهرباء لازم تكون يعني متوسطة أسعارها يعني عشان الدخل المحدود، ها اللي عندهم دخل محدود واللي يأخذون مساعدات واللي هذه لازم يكون منصفين فيها يعني. الشريحة الجديدة الزيادة بشكل عام مالت الكهرباء من وجهة نظري أن يجب أنها تكون على الشركات وأصحاب يعني الأشغال بشكل عام، يعني اللي عنده تجارة واللي كذا مبدئيا،
وما تزيد نهائيا على السكن الخاص. لو معانا الشرايح عشان نشتري شريحتنا نركبها وتشتغل كهرباتنا، عرفنا كم القيمه اللي ندفعها شهريا حق الوزاره. اما تطلع علي 4000 دينار و5000 دينار منو يقدر يدفعها؟ اخذ قرض عشان اسددها؟ طبعا لا. فالشريحه انا مؤيد لها. يمكن سمعنا عينة من الأخوة المواطنين في خصوص التعرفة وارتفاعها خلال يعني الأشهر الخمس القادمة في شهر مايو، تطبيقها على التجاري والاستثماري وبعض القطاعات الزراعية والشاليهات وغيرها من الأماكن المشابهة لهذه الخدمة. يمكن مهندس محمد لما نقول 3.5 مليارات قيمة الدعم السنوي بسبب ارتباط حرق هذه المنتجات النفطية، نعم، لتوفير الطاقة لتوليد الكهرباء والماء، نعم، هل من فكرة مطروحة بأن الكويت توجد بديل آخر غير النفط يوفر الطاقة اللي توفر الكهرباء والماء مثل ما تعمل بعض الدول مثل مفاعل نووي كهربائي، نعم، أو مصدر آخر للطاقة مثل نعم الطاقة الشمسية النظيفة وغيره؟ نعم. هل هذا الفكر موجود ولا يعني رايحين باتجاه الاعتماد الدائم على النفط؟ شوفوا تركي، هذا الموضوع مر بمراحل. في فترة من الفترات نعم كان هناك تفكير جدي في الكويت أن يكون هناك يعني استخدام ما يسمى بالطاقة النووية في المجالات السلمية، وشكلت لجنة عليا حقيقة وكانت تتبع مكتب رئيس الوزراء في ذاك الوقت، وكان يترأسها رحمة الله عليه دكتور أحمد بشارة. والحقيقة اللجنة عملت جهد جدا طيب وعملت دراسات متطورة، والحديث فيها كان يتكلم عن توفير ما لا يقل عن 20 مليار خلال 30 سنة في حال ما إذا تم استخدام الطاقة النووية. البدائل موجودة، ولكن دائما السؤال الذي يطرح نفسه أن هناك سياسة عامة للدولة ويجب أن نتبعها. فيما يخص الطاقة النووية بعد موضوع فوكوشيما تراجعت حقيقة يعني الرغبة في أن في الكويت ولا على مستوى لا نحن نتكلم في الكويت، لأن الإمارات نفذوا الآن. الإمارات عندهم مشروع، وفي يعني في الأشهر القادمة في أبو ظبي في منطقة الكرامة راح تنتج يعني كهرباء من المفاعل النووي. فيما يخص الطاقات المتجددة الأخرى، وإحنا الكويت يعني في بلد موقعها الجغرافي احنا عندنا ساعات شمسية كثيرة ممكن ان نستفيد ايضا من الطاقة الشمسية، ولكن ايضا يجب ان نعرف ان الطاقة الشمسية انت تتكلم عن عنصرين مهمين في الموضوع. انت تحتاج مساحات شاسعة، وانت تحتاج الى ما يسمى بتخزين الطاقة. اذا كان فقط انتاج الطاقة في اثناء ساعات الشمس فهذه يعني كلفتها معقولة، ولكن لما تذهب إلى ما يسمى بتخزين الطاقة بالبطاريات أنت ذهبت إلى 3 أضعاف السعر، فالثلاثة مليار ونص اللي كنت أنت بتوفرهم راح تدفع أضعاف. إذن ما صار الحل اقتصادي. بس في دول مثل المغرب مثل أسبانيا، نعم، مثل الإمارات أيضا بوظبي، نعم، ذهبت إلى هل تكلفة عليهم 3 أضعاف؟ لا عندنا يعني عندنا في الكويت مشاريع ما يسمى بالطاقة المتجددة، ولكن أيضا هذه المشاريع هي عبارة عن استخدام ألواح شمسية بشكل مباشر. عندنا أيضا لا نتكلم عنها كمشروع استراتيجي يعني يستفاد منه في توفير ميجاوات عالي، نعم، يدخل شبكة الكهرباء في الكويت. أرجع وأقول لك إذا أنت كنت تتكلم عن فترة الظهيرة، نعم المشاريع موجودة، والخطة أنه في عام 2030 15% من إجمالي الإنتاج يكون من الطاقات المتجددة. ولكن أيضا أبي أنوه وأوضح المستهلك أنه قصة الطاقة الشمسية هي مش فقط ألواح شمسية وتحطها في فترة تخزين الطاقة. التخزين، نعم. استهلاك المياه، نعم، نروح للشق الآخر اليوم، والكويت يعني من أكثر البلاد ارتفاعا في الحرارة في أشهر الصيف، نعم، فكرة استهلاك المياه وصلت المياه وصلت شكرا لك 500 جالون أعتقد يستهلك الفرد في الكويت. معدل استهلاك الفرد يصل إلى 500 لتر. نعم. لتر. نعم. بشكل يومي. هذا وفقا للمعدلات العالمية هو أكثر يعتبر الثالث على مستوى العالم.
وين يعني الإشكال في هذا الرقم في بلد حر؟ بعض هذه وجهة النظر الأخرى. أنا أقول لك طول يعني روح السعودية اليوم. السعودية إذا قسلت الحوش بهوز وطلع الماء بالسكة جاء خالفوك. زين تمام. شين تختلف السعودية عن الكويت؟ ليش ما نسوي كذا؟ هذا اللي بقول لك الآن. إحنا يمسك الصبي الهوز يغسل الفريج كله. وكان زين يغسل السيارة وصل فيهم الأمر يغسل الجار بالماي. بالماي يلحق قطف الزجارة كأنه قاعد يلعب مع قطف الزجارة. ترى عندنا فيديوهات مصورة أبو تركي. مياه حلوة ومياه صليبية. لا مياه أنا أتكلم المياه الصليبية موضوع آخر. أنا أتكلم عن المياه الحلوة. المياه الحلوة في بعض الأحيان الخدم يستقلون فرصة إنهم برا البيت فالخادم يبي يسولف مع لا 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 يبي يسولف مع خادم الجار الماي يهدر وعندي فيديوهات مسجلها مثبتينها ويدردش مع الصبي الآخر والماي يهدر إنزين هذا الماي الدولة تدفع فيه ملايين الدنانير مسؤولية من هذه الحالة المسؤولية مجتمعية المسؤولية تقع على الجميع أنا ما أنكر دورنا إحنا كوزارة الكهرباء في المسؤولية ولكن أيضا هناك مسؤولية أيضا على راعي البيت هناك مسؤولية على الأسرة هناك مسؤولية على المدرسة هناك طيب مسؤولية على وزارة الإعلام يمكن هذا الجانب الترشيدي اللي تفضلت نعم. فيه الدكتورة ندى قبل شوي لكن عن أيضا توفير الخدمة من جانب الدولة إحنا نسمع نعم. عن مشاريع عملاقة يفترض يعني أنها تدخل الخدمة في توفير المياه نعم. محطة الزور الشمالية محطة الصبية محطة نعم. الشعيبة الشمالية الشويخ للتناضح العكسي اللي موجود كل هالمحطات هذه هل قاعدة توفي باحتياجات الدولة ولا المسألة في إشكال بالمدى القصير القادم لا ولله الحمد وأنا ودي كلامي هذا ما يفهم على أنه روح اسرف احنا عندنا ولله الحمد في الشبكة يعني خلينا نتكلم عن الصيف اللي طاف وصلنا في تقريبا كان علينا تاريخ 15/8 إلى أعلى حمل وصلنا إلى 13,390 ميجا وات كان في الشبكة ذاك اليوم ما يفوق 15,000 ميجا إذن كان عندي فائض 2000 تقريبا 1600-1700 ميجا موجودين فائض هذا في الكهرباء المياه هذا في الكهرباء كذلك في المياه وصلنا إلى يعني أعلى معدل استهلاك 480 وكان عندنا قدرة على أن ننتج 530 مليون برميل بالإضافة إلى ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي. هذه حقائق فنية. هذه حقائق. لا يفهم من كلامك إنها دعوة للإسراف الزائد. إيه أرجوكم. إيه. ولكن. هذه من باب التطمين. إيه. أطمنكم الشبكة الكهربائية والشبكة المائية. في زين مع التوسعات. يعني اليوم في مناطق سكنية جديدة. اشرب ماي خذ راحتك. مع المناطق السكنية الجديدة مع اليوم مثل ما تفضلت الدكتورة ندى يعني من ضمن المشاريع والهدف الاستراتيجي للدولة توزيع مثلا بعض سمعنا في حلقة استضفنا فيها مدير عام للثروة الزراعية والسمكية صحيح الأراضي الزراعية الصبية وغيرها والحدودية هذا كله يبي كهرباء وماي نعم. يعني تحديدا الكهرباء يمكن الماي متوفر الصليبي أو المياه المعالجة الرابعة يعني مع هالتوسعات هل ما هو قائم من مشاريع يكفي ولا في مرحلة الحرج؟ أبو تركي إحنا دائما في وزارة الكهرباء والماء وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسهم المؤسسة العامة للرعاية السكنية إحنا دائما نراعي أن تكون مشاريع وزارة الكهرباء والماء تتماشى مع متطلبات الخطة المائية سواء كانت هذه مشاريع إسكانية سكن خاص أو كان تجاري أو استثماري أو صناعي لذلك مشاريعنا موجوده ولكن لكثرتها انا الان ما اقدر يعني كثير من كمثال اقول لك الان احنا في هذا الصيف وقلت لك احنا الصيف اللي طاف كان عندي في اعلى استهلاك كان عندي ما يقارب ال 1500 وانت تتكلم تقريبا 10% عندي اياها فائض دخلت علي الزور الشماليه 1500 ميجا وعندي مشروع في محطة الصبية 500 ميجا إذا أنا أتكلم عن 2000 ميجا طيب 2000 ميجا أنت تتكلم تقريبا 25% من إجمالي الإنتاج الحالي هذه تعزز الشبكة الكهربائية فيما يخص المياه كذلك إحنا نتكلم اليوم عندي 530 وفي عام 2018 راح يدخل أيضا 60 مليون جالون إمبراطوري من مشروع الدوحة والمشاريع أيضا الأخرى عندي مشروع الزور الشمالية المرحلة الثانية الآن إحنا في المرحلة النهائية لاختيار المناقص الفائز عندنا أيضا الزور الشمالية المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة
عندنا محطة الخيران مرحلة أولى ومرحلة ثانية، وعندنا محطة النويصي في ثلاث مراحل. إذن كمشاريع احنا قاعدين نتكلم عن مشاريع تتماشى مع خطة الدولة والتوسعات. هذا بجانب، ولكن بجانب آخر أيضا يجب أن نراعي. طبعا احنا قاعدين نشتغل على أنه نمط الاستهلاك كما هو الآن، وأتمنى حقيقة أن نجد أذان صاقية لهذه الحملة التوعوية اللي تقوم فيها وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة الإعلام وأجهزة كثيرة حقيقة في الدولة الآن قاعد تساهم معنا من خلال اللجنة التنفيذية للترشيد. فلذلك أطمن الجميع، سواء كانت مشاريع إسكانية أو مشاريع تمس الجانب الاقتصادي سواء كانت تجارية أو صناعية، أن وزارة الكهرباء والماء مشاريعها قادرة على تلبية هذه الاحتياجات وعدم تكرار انقطاع الكهرباء. ولله الحمد يعني احنا الان طيب يعني الصيف اللي طاف الحمد لله كان صيف بسلام. المياه النظيفه انتوا اي ماي تشربون في الوزاره؟ احنا يعني انا شخصيا على مستوى شخصي اي مياه افضل مياه ماي الوزاره تنصح المستهلك انه يشرب هذا الماي وتضمن له ان هي مياه صالحه للشرب؟ مياه وزاره الكهرباء والماء دائما احنا في الوزاره حريصين على ان تكون متطابقة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية. بطل الماء اللي قدامك هذا تشترينه من الجمعية بس لا تراوينهم الماركة، هذا ماء الوزارة صح، ماء الشبكة مالت وزارة الكهرباء. يعني أغلب المنتجات، أنا أتكلم عن أغلب المنتجات اللي تشترونها من رف الجمعية مياه شرب معبأ، هي مياه وزارة الكهرباء خذوها وعالجوها معالجة خفيفة أعطوك إياها. أنا في بيتي أشرب من ماء الوزارة. التجارب الدولية صحيح. اللي حصلت في موضوع يعني تغيير سلوك الناس، هذا الجزء المهم. يعني اليوم مهما تروح الدولة في التوسعات شنو الفائدة إذا ما كان في مواطن ومقيم واعي؟ يعني يقول عندنا موثقين، مهندس بوشهري يقول موثقين الناس الهدر المياه، وهذه موجودة حتى أحيانا ما تحتاج توثيق نشوفها بعيوننا كل يوم. صحيح. شلون نضمن وشنو التجارب اللي موجودة على مستوى دول العالم في تغيير السلوك؟ وأنا أذكر يمكن تجربة في أستراليا، ما أدري إذا مرت عليك ولا لا، غيروا النمط هناك وأشعر المواطن بأن الآن حياته مهددة إذا ما غير النمط والسلوك. هو طبعا أستراليا لأنها من الدول اللي فيها المرافق العامة الضخمة، فاستهلاك المياه أيضا بالمرفق العام تجد بأن الجهاز نفسه لا يمكن أنك تفتحها إلى ما لا نهاية، ولكن في نوع من أنواع التقطيع في المياه، المرافق العامة، مرافق العامة فيعطيك المياه بشكل بسيط جدا. حمامات السباحة لا يغيرون فيها المياه، زادوا نسبة الكلور. هذا من واقع طبعا تجربة شخصية بأستراليا. المثال اللي عندي اليوم من إحدى دول الخليج. سألت شخص عن عارض صحي كنت أنا محتاجة مستشفى، فقال لي إحنا تهينا مسجات باللغة الهندية للحفاظ على صحتنا، ابتعاد عن الدهون وغيره وغيره، الحفاظ على الكوليسترول، من نوع من أنواع الوعي، وحتى نستوعب النظام الصحي بهذا الدولة لأنه مكلف. فالنظام مكلف، الرادع هو السعر اللي يدفعه الوافد، ولكن أيضا بالمقابل في توعية لاتباع نظام صحي بالأكل. بالنسبة لاستهلاك الكهرباء نعم. هل نجحت حملات التوعية؟ نجحت لأن نوع خلنا نقول العشر سنوات الأخيرة على سبيل المثال في الكويت. هو هناك نجحت لأن افترضت تغيير سلوك المواطن والمقيم في الكويت. هي افترضت بأن المقيم يعرف يقرأ ويكتب. اليوم لأن المقيمين عندهم الأجهزة المحمولة، فأنا أعتقد بأن نظام المسجات فاعل جداً، ينزل لهم باللغات المختلفة. ولكن ما هو الرادع؟ أنت اليوم اللي يمسك مثل ما تفضلت والهوز ويغسل ويهدر في استهلاك المياه، شلون تقدر تقول له بأن هذا شخص راح يتحمل تكلفته؟ فما عندك إلا أنك تغير الأجهزة بحيث أن المياه ما تكون بالكمية الكبيرة هذه. مثل الكهرباء اليوم في بعض الدول تفرض على التاجر صاحب المحل أنه يضع الأجهزة الكهربائية لتوفر الطاقة في المقدمة، تفرض عليه أنه في وقت الأسعار تعطي دعم لبيع هذه الأجهزة. اللمبات الخاصة صديقة للبيئة، ما تعطيك حرارة وتهلك التكييف، تفرض الدولة عليه تعطي دعم لكي تباع بسعر مقبول. فأنت ثقفت المواطن بأن وفرت له الأدوات، وفرت له بالضبط هذه الأدوات. بتركي ودي أعلق على هذا. أكيد. بس مع التعليق، هل يوجد
ضبطية قضائية مثلا أنتم لما تشوفون مراقبينكم والشباب اللي يفترون يعني وجهودهم مشكورة إذا شافوا مثل هالمشهد هذا عندهم حق الضبطية القضائية؟ نعم أشكرك على أنك سألتني هذا السؤال بتركي، لأن فعلا الضبطية القضائية من الأدوات المهمة لموظفين الوزارة لضبط عملية استهلاك الكهرباء والمياه. المهمة الرئيسية لأفراد الضبطية القضائية هم أنهم إذا وجدت أي مخالفات تتعلق بسلامة إجراءات توصيل سواء كان تيار كهربائي أو مياه، لأن في البعض حقيقة ومع الأسف أقول هذا الكلام أنهم قاعدين يأخذون خدمات الوزارة بطريقة مخالفة للقانون، يشيل العداد أو يسوي تمديدات خارج المنظومة الرسمية، وبالتالي هذول يعاقبون من خلال المخالفات أفراد الضبطية القضائية. فيما يتعلق بالإسراف فهناك ما يسمى بإثبات الحالة، في كثير من الأحيان إذا شافوا الهدر يعطون إثبات حالة لصاحب البيت، وفي هذه الحالة صاحب هذا البيت اللي كان من باب التسهيل الوزارة في تحصيل مستحقات الفواتير احنا نسهل على المواطنين في موضوع اذا عليه مبلغ عود نقصد له، هو الاساس انه يدفع المبلغ كامل صحيح، ولكن احنا من باب سياسة يسر ولا تعسر نسهل عليهم، ولكن البيوت اللي قاعدين نشوف تهدر هذه قاعدين ايضا نحرمهم من موضوع انه يقصد تعال ادفع المبلغ كامل عشان تحس بقيمة هذه السلعة وهذه الخدمة اللي السائق او الصبي او ايا كان قاعد يسيء استهلاكها في طريقة غسيل السيارات او الساحات الامامية. انا بس كان ودي اشير الى تعليق الدكتورة وحقيقة هو كلامها في محله، ووزارة الكهرباء والماء خاطبت وزارة التجارة تحديدا فيما يتعلق في مواد البناء، لان فعلا انت اليوم مش بس فقط تقول حق المواطن طف هذا الليت او شق ذاك الليت، ايضا الليت نفسه التكنولوجيا المستخدمه، فلذلك خاطبنا وزاره التجاره في ثلاث امور رئيسيه. في المواد المستخدمه في البناء انها تكون عازله وبالتالي انت يعني توفر مقدار معين، ايضا الاضاءه اللي هي الليتات الليت وما يسمى بالجامات والزجاج الزجاج اللي هو يكون اللي يكون يسمونه الدبل جليزنج، هذا اللي يمنع بمقدار معين دخول الحراره. وبالتالي ايضا انا بديت الاحظ البيوت الجديده اللي قاعده تنبني، وهذا حقيقه يحسب وعي للمواطنين، اغلبهم يعني اتكلم بالسوق الان 90% يركبون ليتات ليد. يعني انا اعرف شخص وصديق عنده احد في المحلات إيه في البيوت إيه. في البيوت انا اتكلم البناء الحديث طيب. اغلبهم قاعد يتجهون الان الى انه يشتري هذه النوعيه، وايضا هناك ما يسمى بالادوات الترشيديه ايضا في موضوع المياه. هناك مواد بسيطة أسعارها جدا بمتناول الجميع وموجودة في أيضا مراكز المحلية. يعني حتى مالت السلع والخدمات اللي في الجمعية بأسعار زهيدة تحطها، هذه ممكن توفر من 20-30% من استهلاك المياه. ترى 20-30% شترين آخر السنة تتكلم 200-300 مليون دينار. يعني لو كل واحد فينا بس يحط هدف عنده قال تعالي بقى أنا فاتورتي 100 دينار مثلا أبي أسويها 80 بوفر مقدار معين من الكهرباء ومقدار معين من المياه وتصير حملة شعبية 20%. هذا 20% ترن مئات الملايين في نهاية السنة، وهذه أموال للدولة ويستفيدون منها المواطنين وأيضا الأجيال القادمة. شنو الملفات اللي أمامكم الآن للفترة القادمة المستحقة إما كمشاريع أو إشكالات تواجهونها؟ وأطرح لك واحد من الإشكالات على سبيل المثال، يعني مثلا سرقة الكيابل الكهربائية اللي نشوفها في المناطق الجديدة اللي فيها بيوت جاهزة، يجي يستلم البيت، انتشرت بعض الفيديوهات في السوشيال ميديا مقصصة الكيبلات اللي داخل البيت، غير الكيابل النحاسية الطويلة هذه اللي على امتداد الطرق. أيضا وجدنا بعض التصريحات لبعض المسؤولين في وزارة الكهرباء بتثبيت حالات سرقة يعني موجودة في المناطق خصوصا البعيدة والمكشوفة. مثل هالملفات هذه كيف تتعاملوا معها؟ أبو تركي حقيقة هذه من الملفات اللي يعني عادة تشكل تحدي أمامنا، وخصوصا في المناطق البعيدة، لأن التمديدات تكون على كيابل هوائية
والبعض يعني ضعاف النفوس بطريقة يعني معينة، لصوص هذيل لصوص نفوس لصوص بالضبط، يسقطون هذا العمود ويتأكدون من أن التيار، لأن احنا عندنا نظام حماية في حال إذا يعني سقط يفصل التيار عنه، ويقومون يقطعون هذه الكيبلات ويسرقونها ويبيعونها بطريقتهم الخاصة. احنا أيضا ما سكتنا عن هذا الموضوع، نسقنا مع الإخوان في وزارة الداخلية وأيضا في مجلس الوزراء اللجنة الأمنية، قمنا بتدريب مجموعة كبيرة من الموظفين على كيفية يعني المحافظة على هذه يعني الخدمات، واستطعنا أن يعني نحد منها. يمكن لحد الآن احنا صايدين ما يقارب 10 حالات سرقات، وحولناهم إلى الجهات القضائية. تكلفتها عالية على المال العام؟ بالضبط أكيد، يعني هي التكلفة من صوبين، التكلفة الأولى أن انقطع التيار وحرم مجموعة من المستفيدين من هذا التيار، والكلفة الثانية أنه أنا لازم أرد أحط الكيابل مرة ثانية في هذا الموقع. قبل لا أنتقل للملف الدكتور عنيدة، في آخر دقيقتين أو 3 دقائق من برنامجنا، أعرف عنك بشكل شخصي اهتمامك بالتطوير البشري. نعم. في وزارة الكهرباء والماء. نعم. آخر مشاريعك لرفع مستوى الأداء والكفاءة لشبابنا وبناتنا هناك؟ ولله الحمد، الحقيقة يعني من جيت في كوكيل وزارة تبنيت مشروع اللي هو المجاميع الشبابية، ولله الحمد نجحنا في هذا الموضوع. كلفنا أو دعينا، وجهنا دعوة لكل من يرقب ويجد في نفسه أن عنده من موظفينكم، من موظفين بس حق وزارة الكهرباء، من يرى في داخله طاقة إبداعية، سواء تتعلق بخدمات الوزارة، في التطوير البشري، فكرة إبداعية جديدة، عنده فكرة إبداعية في كل الإداريين والمهندسين والجميع كلهم، وجدتنا مجموعة طيبة جدا. فوالله خلونا نفتخر بأبنائنا وبناتنا، ولعل هذه فرصة وإحنا قاعدين مع بعض. ترى موظفين وزارة الكهرباء والماء في مختلف مناطق الكويت يداومون على مدار الساعة في المحطات، في محطات المياه، في شبكات التوزيع، فهذه فرصة أوجه لهم كلمة شكر، فهم الجنود المجهولين اللي يعملون على مدار الساعة لتأمين وصول هذه الخدمة. مستمرة هذه الفكرة؟ الفكرة الحين أكمل لك فيها. خلال دقيقة. فتطورت الفكرة، وكلفت في كل شهر يكون واحد منهم وكيل الوزارة. ممتاز. يجتمع فيهم، يعطيهم التعليمات، وي عنده كامل الصلاحيات. كامل الصلاحيات فيما يتعلق في أنشطتهم. زين. لأن قلت لهم بعد 15-20 سنة واحد منكم أو واحدة منكم وكيل وزارة. صحيح. فلله الحمد، وعندنا دعوة يوم 26/1. طيب. مسوي ندوة اسمها المدن الذكية، فدعوة للجميع، والموقع في مركز تنمية مصاد المياه بالشويخ الساعة 10 الصبح. الله يوفقكم دكتورة ندى. ملفي متطابق مع حديث ضيفنا العزيز، توارد أفكار فيما يخص الثروة البشرية. ملفي اليوم بعنوان الميزة الاستراتيجية، بالضبط مثل المشروع اللي تكلمت عنه، كيف تستطيع أن تتملك الميزة الاستراتيجية كفرد عبر تطوير القدرات، عبر التخطيط الاستراتيجي السليم لتنمية القدرات والتعلم بكل الأعمار. النقطة الثانية، الميزة الاستراتيجية للفرد كموظف، عن طريق أيضا طرح الأفكار البناءة والمبدعة وتقديمها لمكان العمل لتطور العمل الإداري. إذن سؤالنا الأخير جاي متوافق مع تماماً اليوم. نتمنى لكم كل التوفيق مهندس محمد البشيري، مع الأخوة الوكلاء معك وقيادة الوزارة على رأسها معالي وزير الكهرباء. نتمنى لكم إن شاء الله يعني دوام الاستمرار في هذا الجهد والنشاط لتقدموا خدمة للكويت بمواطنيها ومقيمها إن شاء الله. شكر لك أبو تركي، وشكر موصول لطاقم البرنامج وتلفزيون. أسامك طويل. شكرا دكتور عنيدة. شكرا لك، وإن شاء الله نبي مؤتمر عن المياه نتعاون إن شاء الله. إذن شارع سور بهذه اللحظة ينتهي، وإن شاء الله معكم في الأسبوع القادم. معنا الضيف سوف يكون إن شاء الله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذة هند الصبيح. إلى اللقاء.